عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طالبنا الكريم يسأل عن وهو يدرس مادة الفقه في الجامعة، فقرأ مقدمة كتاب الفقه فقه العبادات، وهو من تأليفنا، وهو ليس على مذهب من المذاهب الأربعة، بل هو يعني فيه من المذاهب الأربعة وفيه آراء اجتهادية من قبل المؤلف، من قبلي يعني أنا، وفيه مسائل معاصرة كثيرة جدا. ففي مقدمة الكتاب يعني هو يسأل عن موضوع إنه هل التعصب المذهبي للمذاهب الأربعة، يعني التعصب الحنفي للحنفية والشافعي للشافعية وكذا، هل هو موروث من الأئمة الذين أسسوا المذهب أم هو ممن بعدهم؟ طبعا هذا السؤال تكلمت عنه بالتفصيل في كتابي نظرية فقهية معاصرة في الاجتهاد المعاصر، نظرية فقهية تجديدية في الاجتهاد المعاصر، وذكرت التفاصيل كثيرا، لكن هذا الكتاب يدرسه الطلاب في المرحلة الخامسة. فباختصار أقول يعني لا، طبعا التعصب بدأ بالتدرج، يعني أبو حنيفة لم يكن متعصبا لرأيه، كان يحترم الآراء الأخرى، والشافعي كذلك ومالك كذلك، هذه المذاهب الثلاثة التي كانت في يعني القرن الثالث الهجري. أما أتباع الأئمة الطبقة الأولى كانوا أكثر تعصبا لحبهم لمشايخهم، ومع ذلك في بعضهم يعني يوجد البعض يعني خالف، مثل أبو يوسف ومحمد بن الحسن خالفا الإمام أبي حنيفة، هذا يعني شيء حسن جدا يعني. لكن يعني كل ما تقدمت أو كل ما نزلت الطبقة إلى الأسفل كان التعصب أكثر، إلى أن وصل إلى ذروة التعصب من تقريبا من قرنين أو ثلاثة قرون، أو من قرنين يعني، أو حتى من قرن ونصف، فصار التعصب يعني في أوجه مع الأسف يعني. وحتى في زمن يعني في زمن القرن الرابع والخامس كان هناك تعصب، والقرن السادس كان تعصب يعني شديد جدا، وكان كما ذكرنا كان يعني كما في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وغيره من الكتب، وفي سير أعلام النبلاء للذهبي وكذا، لما يقرؤون سير الأعلام والرجال يعني يتحدثون عن قصص كثيرة جدا يعني فيها تعصب عجيب، وصل إلى إحراق المساجد، وصل إلى الهجوم عليهم ومحاولة اغتيالهم، حتى الإمام الطبري يعني حاولوا اغتياله، لكن ليس المسألة فقهية، بل لمسألة يعني بالنسبة للتأويل والتنزيه، يعني أهل الحديث كانوا يهاجمونه لأنهم مجسمة وكان ليس مجسما إلى آخره، فهجموا عليه بالأقلام، القلم طبعا كان مثل القصبة يعني وحد جدا يعني قد تقتل الإنسان يعني. فإذا وحاصروه في بيته شهرا، يعني هذا كله موجود في كتبنا وموجود، وهو يعني كثير جدا يعني. فمع الأسف كان صار التعصب المذهبي مع الوقت، مع أن كما ذكرت أنا في التفاصيل أنه هي عبارة عن اجتهاد في فهم النص يعني، ليس أكثر من ذلك، ولكن مع الأسف التعصب وإلى الآن قائم. هذا التعصب بالنسبة للمذاهب، كل مقلد لإمامه. أما التعصب الثاني اللي هو تعصب الأمة لأربعة مذاهب فقط، هذا كمان هذا أخطر يعني. الأمة الآن أينما ذهبت، اذهب إلى الأزهر الشريف، اذهب إلى جامعات مثلا دنوسيا، جامعات بلاد الشام، جامعات
يقولون لك المذاهب الأربعة هي المذاهب الوحيدة المعتمدة. غريب، مثلا يخرجون المذاهب الأخرى، يخرجون المذهب الإباضي وهم كلهم فقهاء، ويخرجون مذهب الجعفري، يخرجون مذهب الزيدي، يخرجون مذهب وإن كان يعني مذهب غريب يعني، لكن هو بالنهاية رأي يعني رأي. مذهب ابن حزم. فإذا يعني المذاهب ليست يعني ليست أربعة فقط، يعني كل إمام أو كل عالم فقيه، كل عالم مجتهد أدلى برأيه في فهم النصوص وأعطى فتاوى في زمانه، فصار مذهبا يعني ذهب المذهب يعني ذهب إلى هذا القول، ذهب إلى هذا القول. فهذا أمر طبيعي جدا، فالمذاهب ليست أربعة. من قال أن المذاهب أربعة؟ وطبعا مع الوقت صار التعصب بأن من يخرج عن المذاهب الأربعة كأنه خرج عن الدين والإسلام، وهو كذا وهو كذا وهو كذا، مع الأسف يعني. فهذا التعصب للمذاهب الأربعة إشكالية كبرى، والتعصب لكل مذهب إشكالية أخرى. طبعا المذاهب الأخرى كلها مذاهب معتبرة محترمة، وافقتها أم لم توافقها، أخذت بها أم لم تأخذ بها. يعني مثلا المذهب الجعفري، فالمتعصبون للمذاهب الأربعة يقولون هذا المذهب لا يصلح منه إلا 5% إلى الإمام جعفر. لماذا؟ من قال لك ذلك؟ وافترض أن الإمام جعفر الصادق لم يقله، قاله من بعده؟ هذا رأي اجتهاد. قاله من قاله؟ اجتهاد. إن وجدت الدليل معه قويا ونظرت نظرت هذا الأمر الأهم، نظرت بموضوعية وحيادية، ربما تجده أقوى من مذهبك، ولكن طبعا لن تنظر إليه إلا بعين النقص، لذلك لن تجد فيه كمالا. وهو كذلك لن ينظر إلى مذاهب الشافعي وأبي حنيفة بعين البحث والتدبر ويعني البحث عن الحقيقة، وإنما بمظهر النقص أو نظر النقص، لذلك لن يجده مذهبا يعني مناسبا أو صحيحا، وهكذا مع الأسف. يعني هو النقطة الآن الثالثة التي أريد أن أنبه إليها، وأيضا هي ستدرسونها في المرحلة الرابعة، لكن يعني باختصار استباقا لفائدة الطلاب الموجودين في هذه المرحلة. بالنسبة للأمر الثالث طبعا، يعني أيضا المسألة الثالثة الأخرى التي يعني حقيقة دمرت الفقه الإسلامي، وهي قولهم أنه لا مجتهد مطلق اليوم. لماذا لا مجتهد مطلق اليوم؟ لأنه لا يوجد مجتهد مطلق. من قال لكم لا يوجد مجتهد؟ لأنه لا يوجد أحد عنده الأهلية للإشهاد مطلق. من قال لكم أنه لا يوجد أحد عنده الأهلية مطلقة الآن 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 أسهل بكثير جدا من زمن أبي حنيفة، الذين كانوا يبحثون عن حديث هنا وحديث هناك، ويسافرون ليأخذوا حديث ويبحثوا ويسألوا. الآن يعني في جهاز اللابتوب عندك، على الجوجل عندك كل الأحاديث النبوية موجودة بأسانيدها بتخريجاتها بأقوال العلماء فيها. هذا التراث الكبير جدا أنت تستفيد منه أكثر بكثير جدا من أبي حنيفة ومن الشافعي ومن مالك ومن كل العلماء. وعندك قواميس اللغة العربية كلها بضغطة زر تخرج المفردة التي تريد أن تعرف معناها في كل القواميس العربية. هذا كان مستحيل في زمانه. أيضا أنت عندك الآن يعني عندك حتى عندك مثلا الفقهاء وأقوال فقهاء وأدلة فقهاء ورد الفقهاء على بعضهم البعض، هذا كله تراث تستفيد منه. فأنت الآن كاشف من أعلى، أنت الآن إذا كنت باحثا، يعني هو هذا هو أهلية المجتهد اليوم. أولا أن تكون باحثا بشدة وعمق ويعني دقة دون توقف، دون يعني دون يعني استهانة، أو دون إنما تكون جدي جدي وباحث، وعندك أهلية بماذا تعرف كيف تستخرج
المعاني من القواميس، كيف تستخرج الأحاديث، كيف تنظر إلى الروايات، ويكون عندك منهج. إذا أخذت منهج من مناهج الفقهاء أنت مقلد، لا، عندك منهج مستقل. مثلا هم يقولون كتاب وسنة وإجماع قياس، مثلا أنا أقول مثلا لا، عندي مثلا هذا، عندي مثلا عندهم الظني يخصص القطعي، أنا عندي مثلا لا، الظني لا يخصص قطعي مثلا. يعني عندي منهج مستقل زائد صدق النية في البحث عن الحقيقة والتجرد دون التعصب. رقم ثلاثة، أن أكون متمرس في استخراج الحكم أو استخراج كذا، ويعني هو أهم شيء يكون عنده موهبة، هذا فقط. أما الآن لو ذهبت إلى يعني إلى الكتب الأصول حتى تجد ما هي أهلية المجتهد المطلق، حتى المجتهدون أنفسهم الذين يسمونهم مجتهد مطلق هم أنفسهم لم يبلغوا هذه الشروط التي ذكروها في الكتب. كل ذلك حتى يسدوا باب الاجتهاد، حتى ينغلقوا، حتى يتعصبوا لشيوخهم، فصار الفقه الإسلامي فقها ضعيفا، فقها بعيدا عن الواقع، فقها بعيدا عن يعني مواكبة المتغيرات، مع الأسف. مع الأسف يعني، وحتى لو اكتشفوا أخطاء فادحة وكبيرة جدا في الفقه القديم تخالف الواقع، تخالف مثلا حتى تخالف أحيانا آيات قرآنية، ولكن تعصبوا لها، تعصبوا لرواية، تعصبوا لحديث، وخصصوا القرآن بهذا الحديث، أو حتى بعضهم يعني قال السنة تنسخ القرآن، يعني جرائم، جرائم معرفية هذه. المهم، فحتى لو وجدت هذا الخلل الكبير لا يبيحون لك أصلا أن تنكر عليهم أو كذا وإلى آخره، مع الأسف يعني. ففي الآن مجتهد مطلق، المسألة عند أي إنسان ممكن أن يكون مجتهد مطلق إذا اشتد في العمل وبذل الجهد ودرس كثيرا. وطبعا هذا يحتاج إلى يعني 20 سنة على الأقل دراسة بين الكتب وكذا وكذا ودراسة، ويعني بالنهاية طبعا سيكون له رأي مستقل، وسيمحص آراء السابقين، وهو صاحب مذهب وله الاجتهاد مطلقا. نعم، طبعا هناك مسائل يعني لما يقول مجتهد مطلق أكيد في الفروع، لأنه الأصول ما أحد اختلف فيها من الأمة، لا سنة ولا شيعة، لا إباضية ولا زيدية، ولا أحد يختلف أن هناك 5 صلوات، وأن هناك صيام رمضان، وأن الزنا حرام، وأن السرقة حرام، وأن حد السرقة قطع اليد، هذا لا أحد يختلف فيه، هي الأصول. أما أصول التشريع، أما المسائل الفرعية سيختلف بالفروع، وله أن يختلف فروع ويراعي زمانه ويراعي واقعه ويراعي المتغيرات، لكن بشرط أن يكون له منهج. هنا النقطة، هناك من يخرج الآن يعطي فتاوى 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 ترقيعية، هذه كل مرة تجد فتاواه متعارضة متناقضة كأنها لا تخرج من منهج، وهذا الواقع، هذا ليس فقها. الفقه أن تكون صاحب منهج ثم تلزم نفسك بهذا المنهج المعرفي، لو مستقل لكن أنت صاحب منهج معرفي. هذه هي النقطة الثالثة. إذا هناك تعصب صار بالتدرج للفقهاء، وهناك تعصب للأمة للمذاهب الأربعة، والمجتهد المطلق موجود، متى شاء الإنسان يجتهد ممكن أن يجتهد، وحتى المجتهدين المطلقين لم يقل أحد لهم أنت مجتهد مطلق، إنما هم اجتهدوا وأتوا بأدلة وكذا، والتفت الطلاب والمريدون حولهم وصاروا يتبعونهم، فصاروا أئمة مذاهب وانتهى الموضوع تماما. اليوم مثلا الجامعة تعطيك والله شهادة دكتوراه، يعني انه ماذا يعني اذا اعطتني لجنة شهادة دكتوراه، انا دكتور مثلا، لكن اذا اعطتني اللجنة شهادة دكتوراه، يعني هل اللجنة مثلا افضل مني، عناصرها او مجتمعة افضل مني؟ ليس شرطا، ممكن ان تكون رسالتي او اطروحتي اكبر منها، من اللجنة المناقشة اصلا، وهذا يحصل كثيرا جدا جدا. ولكن هذه يعني بيروقراطيات أكاديمية
يعني لا تسمن ولا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع. فنسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى.